يسعد صباحكم متابعينا عن جديد. وهلا صار معنا زميلنا أسامة الطريفي، مدير العمليات في طقس العرب. أسامة صباح الخير. صباح الخير، اهلا ساري، طمنا عنك. والله تمام الحمد لله، انتم كيفكم؟ الحمد لله تمام. أسامة، بداية احنا امبارح حكينا بالمقابلة، حكينا انه في حالة من عدم الاستقرار الجوي ان شاء الله رح تشهدها المملكة يوم الثلاثاء، في تفاصيل اكثر عن الموضوع؟ اكيد، يعني كمرة بحب اصبح سالي عليك بالخير وعلى جميع المشاهدين والمستمعين الكرام. طبعا المملكة رح تدخل تدريجيا اعتبارا من هاي الليلة بما يسمى باحوال جوية غير مستقرة. اليوم بتكون محدودة هاي الحالة بالليل، بالتالي اغلب المناطق لن تشهد تساقط امطار، فقط بعض المناطق المحدوده نبدا تاثيرنا بهاي الحاله اعتبارا من نهار يوم الثلاثاء، وتتركز بشكل اكبر في جنوب وجنوب شرق المملكه. يعني اكثر المناطق عرضه لهذه الامطار تكون المناطق الجنوبيه. بكره بالنهار راح يكون بارد بوجه عام، شديد البروده صباحا في مناطق الباديه والمرتفعات الجبليه، وفرصه لهطول دخات امطار في مناطق متفرقه خاصة في أجزاء من جنوب وجنوب شرق المملكة، قد تسحب بها الرعد ودخات من البرد أحيانا. طبعا يعني بنحب نذكر الناس الفرق ما بين الأحوال الجوية الغير مستقرة والمخفضات الجوية. المخفضات الجوية بكون النظام جوي متكامل، جبهة هوائية في البحر متكاملة، كميات ضخمة من السحب بتندفع بشكل تدريجي بدءا من المنطقة الشمالية ثم الوسطى ثم الجنوبية، ترفق برياح شديدة في البداية وانخفاض كبير في درجات الحرارة. عدم الاستقرار الجوي تنتج كنتيجة لالتقاء كتلتين هوائيتين مختلفات في درجات الحرارة، مناطق الالتقاء منتج فيها سحب رعدية في مناطق عشوائية. بالتالي الناس عم تسمعنا حاليا ممكن عادي يكون الليلة وبكرة بعد ما عنده مطر نهائيا يكون الأجواء مستقرة، وهذا الأمر طبيعي في حال عدم الاستقرار الجوي. تمتاز منها عشوائية الطابع، ما في منطقة معينة، وكمان إحنا كمان كمتنبئين جويين ثقتنا مش كتير عالية بهاي الحالات، لكن دائما مجرد لما نحكي عدم استقرار جوي لازم ندير بالنا، نرفع درجة الاستعداد احتياطا، لأنه دائما تترافق زي ما عرفنا تعودنا حتى بالفترات الماضية بأمطار رعدية شديدة في فترات زمنية قصيرة في نطاقات ضيقة تؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه. فبالتالي سالي هاي المعلومة الأولى، إنه إحنا عندنا غدا عدم استقرار جوي وليس منخفض جوي راح يأثر على المملكة، تحديدا المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية بالدرجة الأولى. هذا ما بمنع وجود بعض الزخات الرعدية في مناطق ثانية، لكن التركيز الأعلى على الجنوب وعلى الشرق. وبرجع بأكد يمكن كثير ناس من الإخوة اللي بيسمعونا حاليا ما يشوفوا أمطار باليومين القادمات، وهذا أمر طبيعي في حالة عدم استقرار الجوي. يعني أنت عم تحكي المناطق الوسطى من المملكة والشمالية ممكن تتأثر وممكن لا؟ صحيح، يعني قد هي الاقل عرضه من ناحيه الامطار في هاي الحاله، والهطول المطري مش اكيد كمان فيهم، هذا الامر الاخر. يعني احنا هي من المناطق اللي سوف تتاثر بهالحاله بدرجه اقل، يعني التركيز الاعلى على الجنوب وعلى الشرق، المنطقه الوسطى والجنوبيه بدرجه اقل. لكن ما بمنع، يعني سالي دائما علمتنا الاحوال الجويه غير مستقره، حتى لو بكره كانت شمس في الشمال في الوسط اكيد راح يكون في تنبيه من تشكل السيول، يعني برغم من وجود اجواء مستقره ومشمسه. لانه عدم الاستقرار الجوي يتشكل سحب بطريقه غريبه، بطريقه فجائيه، بطريقه سريعه، بطريقه مفاجئه زي ما حكيت، في مناطق عشوائيه تحتاج دائما الى الاستعداد والانتباه بالرغم من وجود مناطق عده راح تكون فيها الاجواء مستقره بكره وبعده. لكن هذا الامر ما بيعني انه ما عندنا امر يحتاج الانتباه، مجرد دخول المملكه باحوال جويه غير مستقره يجب جميع المناطق الانتباه من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه على الطرقات. اكيد احنا بننبه المواطنين من خطر تشكل السيول في هكذا اجواء، يعني اكيد في اشخاص ما بيقدروا يميزوا لسه، كل ما شافوا مطر او غيوم او برد بيقول لك منخفض جوي، وهذا اكيد يعني معلومه مغلوطه. طب اسامه، كم مده تاثير هذا او هذه حاله عدم استقرار الجوي؟ يعني يومين ثلاثه ليوم الجمعه يعني ويكند؟ نعم، هي تبدا تدريجيا بدءا من الساعات المتاخره من هاي الليله وحتى صباح يوم الاربعاء هاي تاثيرها، لكن بتكون مش متواصله. يعني المنخفض الجوي بنتذكر بتكون مثلا 48 ساعه من الامطار المتواصله والرياح القويه والغيوم. تكون شرقيه ايضا بتزيد من شعورنا بال، نعم غدا يوجد رياح شرقيه تزيد شعورنا في البروده، لكن بشكل عام عدم الاستقرار الجوي الحالي راح تمتد من مساء اليوم الاثنين وحتى صباح يوم الاربعاء. الفرصه الافضل لسقوط الامطار راح تكون يوم الثلاثاء، يعني اليوم الفرصه محدوده والاربعاء نوعا ما الفرصه مش عاليه، الفرصه الافضل راح تكون يوم الثلاثاء يوم الغد. بنرجع نحكي كمان انه
التركيز الأعلى بالجنوب والشرق، لكن هذا لا يمنع عدم وجود بعض الزخات الرعدية المتفرقة في المنطقة الوسطى والشمالية. وبعد هيك بدءا من يعني نهار الأربعاء وظهر الأربعاء تعود الأجواء للاستقرار التدريجي وتستمر الأجواء باردة. يعني طوال الأسبوع الحالي احنا عندنا برودة واضحة بهالأجواء معظم أيام الأسبوع الحالي. راح تضلها درجات الحرارة أقل من معدلاتها السنوية؟ نعم، يعني بالفترة القادمة درجات الحرارة، لأنه احنا زي ما ذكرنا امبارح تالي كمان إنه الكتلة الهوائية القطبية راح تبقى في مناطق نوعا ما قريبة من المملكة، فبالتالي درجات حرارة تبقى منخفضة بشكل لافت طوال الأسبوع الحالي. حتى على فكرة يعني المؤشرات الجوية بعيدة المدى يعني حتى الأسبوع القادم واللي بعد تشير لأن درجات حرارة تبقى باردة، يعني ما راح يكون في عنا هذا الارتفاع اللي عشناه بالفترة الماضية مثل موسم حلال 24 بعمان قبل الثلج بيومين ثلاثة. هذا الحكي غالبا ما راح يكون وارد حتى تقريبا الأسبوع الأول من شهر ثلاث. الواضح أن هناك درجات حرارة منخفضة، الأجواء الباردة مستمرة في عموم مناطق المملكة، وأيضا يعني كانت تجد تواجد مرتفعات جوية في مناطق حامة من القارة الأوروبية في المناطق العكسية، لأن متوقعين أيضا إن شاء الله يكون في مزيد من الفعاليات الجوية خلال الفترة القادمة. طيب أسامة، إحنا سمعنا أو في أشخاص لسه عم بتداولوا فكرة تساقط الثلوج في مناطق معينة وأجزاء معينة من المملكة، وضح لنا أكثر، وضح للمتابعين أكثر عن هاي المعلومة. هلا بدنا نرجع نحكي إنه حالات عدم الاستقرار الجوي بالعادة، يعني عادة من طبيعة حالات عدم الاستقرار الجوي هي تجلب معها الأمطار وربما زخات البرد، بنميز ما بين البرد وما بين الثلج. يعني بالعادة عدم الاستقرار الجوي ممكن يترافق معها زخات برد كثيف، احيانا ممكن حتى هذا البرد يتراكم على الطرقات، هذا الامر طبيعي في حاله عدم استقرار الجو. هلا كان المتداول بالفتره الماضيه انه بكره لانه في كتله هوائيه قطبيه قريبه من المملكه ممكن والطقس كثير بارد، ممكن هطولات المطريه تتحول لثلوج في المملكه في حاله نادره، يعني حصلت قبل 14 سنه تقريبا في الاردن، كان في عندنا عدم استقرار جوي بشهر واحد وكانت توقعات في اغلبها تشير لوجود امطار. نتيجة تواجد كتلة هوائية قطبية يعني بنفس النمط الجوي المتوقع غدا تقريبا تحولت الهطولات إلى ثلوج واسعة، يعني كان هذاك اليوم ثلج واسع، يعني إحنا بالعادة بنكون بنحلل في موضوع الثلج قبل أربع أو خمسة أيام، هاي لا الناس تحتها خمسة صحيت لقيت الثلج وفي الزرقاء وفي إربد وفي عمان في كل مكان كان الثلج. هذيك الحالة كان سنة. نعم هذا الحكي أتوقع 2008 أو 2007 زمان هذا الحكي. نعم. كان ثلوج مفاجئة في المملكة طبعا وقتها، كان في كتلة هوائية قطبية متواجدة بالقرب من المملكة بنفس النمط الجوي الحالي، لكن في شوية فروقات يعني هاي الفروقات بتخلينا نستبعد انه بكره يكون في تساقط ثلجي بهاي الحالة الجوية، راح تكون في الدرجة الأولى هي أمطار. وبدنا نميز لو نزل برد بكره هذا أمر طبيعي، يعني زخات البرد وحتى لو تراكم البرد غدا في بعض مناطق خاصة الجنوبية أو الجبال الجنوبية هو أمر طبيعي، هذه حسب التحليلات الأخيرة. طبعا لانه كمان الكتله الهوائيه القطبيه قريبه منا بنحتاج مزيد من المتابعه خلال الفتره القادمه من باب الاحتياط، لان لازم يكون في عندنا متابعه دوريه، وبنصح الجميع يعني انه ما يعتمدوا على هاي النشره لحال، لا في نشرات جويه قادمه راح ننزلها عندنا على السوشيال ميديا وعلى الموقع الالكتروني يتابعوها اول باول. اكيد. هلا انت اسامه ذكرت بانه في احتماليه ضعيفه مثل ما صار من 14 سنه انه تتساقط الثلوج في اجزاء معينه، أنت ممكن تتأكدوا أنه إذا في فرص لتساقط الثلوج وشو هي الأجزاء المشمولة؟ لا هي صراحة الفرصة يعني غالبا غير واردة، يعني النظام الجوي المتوقع غدا هو مختلف عما حصل قبل 14 سنة. نعم. هي فرصة غير واردة للأمانة، لكن تترافق هذه الأحوال الجوية بزخات من البرد بالعادة زي ما ذكرت، وخاصة على الجبال العالية الجنوبية هذا الأمر وارد. نعم. ممكن يكون البرد بكرة كثيف، ممكن كمان يتراكم زخات البرد، هذا امر طبيعي مثل هاي الحالات الجويه، لكن كثلج يعني ما في ثلج راح يكون بالحاله المتوقعه غدا، طبعا والله اعلم بالنهايه. أكيد. اعتقد انه الحاله راح تكون ماطره بالدرجه الاولى، واعتقد انه في مناطق الناس عم بيسمعون هلا ما راح يشوفوا شيء باليومين الجايات، كمان راح يضل الجو شبه مستقر عندهم، وهذا الامر طبيعي برضه بنرجع نحكي في حالات عدم الاستقرار الجوي. نعم. أسامة بنتشكر لاتصالك، وأكيد إحنا بدنا ننبه الإخوة يعني من الاقتراب من مناطق تشكل السيول، وإن شاء الله بتجلب لنا هذه الأمطار الخير على بلادنا. شكرا لك أسامة، يسعد صباحك. أشكرك. شكرا. شكرا لك.